أحسن الله إليكم من أسئلتها. تقول فضيلة الشيخ: في بعض الأحيان تدور من في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري، وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟ إذا لم تحدثي أحدا ولم يحصل منك تضجر وتسخط لهذا الشيء فلا يضر، هذا فلا يضر إن شاء الله. نعم.